إليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله يا مظلوم يا غريب كربلاء يا ابن الزهراء روحي وجسمي وأرواح العالمين لك الفداء. فاز من اعتصم بحبلكم ومن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. كذا تنقضي الدنيا وإنك راقد كأنك فيها دون غيرك خالد. أعيد نظرا فالعمر زرع لزارع ولا بد يوما يحصد الزرع حاصد. إذا عرضت للمرء علة موته فلم يغنه فيها طبيب وعائد. وزاد به السقم التياطا ومن له ذو قربه الأدنى فكيف الأباعد. وما تفضج الصارخات لو وما لو في ضجيج الصارخات فوائد. وجرد من أثوابي وجرد من أثوابي عند غسله وحنط بالكافور منه المساجد وأدرج في أكفاني وتناوبت جنازته أيد وخفت سواعد. وصلى عليه المسلمون وكبروا عليه بخمس طابقتها العقائد. وألحد في ضيق من الأرض مظلم إذا هو بعد الجمع في اللحد واحد. فثم يلاقي غب ما كان فاعلا وثم المساوي أو فثم المحامد. هنالك نار أو هنالك جنة وإنك مهما كنت في الكل خالد. فأين الذي في النار كان مقامه وذاك مقام لا كريم وبارد. مقامع
فيها حديد وشربه صديد، وأما جار فالأساود، ويأكل فيها من ضريع وقطعت من النار أثواب له ومجاسد، وأين الذي في جنة الخلد قد غدا له عند ذي العرش الكريم مقاعد؟ هناك نعيم يقصر الوصف دونه، هنيئا له. هناك نعيم يقصر الوصف دونه، لقد جمعت للناس فيه العوائد. القرآن الكريم مرة يقول هم درجات عند ربك، وأخرى يقول لهم درجات. فرق بين هذا وذاك. هم درجات، آية أخرى تقول لهم درجات. هم درجات عند ربك خيرهم، وكرام عن الإسلام في الطف جاهدوا وزادوا عن الدين الحنيف جهدهم، ولكن عيون الحادثات حوايا سدوا إلا يشبان حلوين الأطباع. عفت الحرم نمت على القاع، وظلت وعد وحدها بقلب مرتاع. رحت غدت عيلتكم أضياء يا شبان، فرقتكم ثقيلة يا نجوم غابتكم طويلة. يا حلوين يا بدور الجبيل، يا أوطاح الحمل، يا هوي وليجيل، وضعن الحراير من يشيل. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال الله في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. هذه الآية الكريمة نقرأها في سورة الأنعام، وهي سورة مكية، رقم الآية 60. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. الآية الكريمة هذه 60 من سورة الأنعام تتحدث عن الموت والحياة،
هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلقان خلقهما الله سبحانه وتعالى، خلق الحياة وخلق الموت لأجل الابتلاء والامتحان والفتنة. على أن هذه الدار التي نحن فيها دار بلاء، دار امتحان، دار اختبار. الموت والحياة بيده تبارك وتعالى، الموت والحياة بيده سبحانه وتعالى، هو المميت هو المحيي، يتعاقبان الموت والحياة على الإنسان تعاقب الليل والنهار حتى يصير إلى الحياة الأبدية السرمدية التي لا موت فيها، كما تقول الآية الكريمة: لا لغو فيها ولا تأثيم. الكون والفساد هنا، الموت والحياة هنا، أما هناك لا لغو فيه ولا تأثيم. ولهذا الله عز وجل في هذه الآية الكريمة يخبرنا: وهو الذي يتوفاكم بالليل. فإذا النائم متوفى، وهو الذي يتوفاكم بالليل، على غرار آية 42 من سورة الزمر كما سوف نقرأ: الميت متوفى والنائم متوفى، هذا مستوفى وذاك مستوفى. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. لماذا قال بالليل؟ هذا القيد بحسب الغالب، وإلا الإنسان يمكن أن ينام في النهار. أتاها بأسنا بياتا بيتوتة أو هم قائلون، القيلولة صغير في النهار. فإذا ما ذكرت الآية الكريمة 60 من سورة الأنعام: الليل وهو الذي يتوفاكم بالليل، هذا بحسب الغالب، غالبا ما ينام الواحد منا في الليل، لأن الليل سكن، لأن الليل لباس راحة للبدن، للبدن مو الروح، بمعنى آخر وهي راحة للروح كذلك بمعنى آخر. ولذلك نجد بأن الإنسان في هذه الدار هو يموت ويحيا، يموت ويبعث دون أن يشعر. وأبيك إنكم تموتون كما تنامون ثم تبعثون كما تستيقظون. النوم هو الموت الأصغر، والموت هو الموت الأكبر. والحديث ورد عنهم، عنه صلى الله عليه وآله: النائم أخو الميت. هذا ما يستفاد من هذه الآية الكريمة: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، مع آية سورة الزمر التي سوف نقرأها 42. إذن الإنسان في موت وبعث دائم، دائما هكذا: إنكم تموتون كما تنامون ثم تبعثون كما تستيقظون. يعني بين موت وبعث مؤقت أصغر حتى يصير إلى الدائم الأكبر، الدائم الأكبر. القرآن الكريم، هاي حقيقة خليها على بالك، القرآن الكريم من أوله إلى آخره ما استعمل الموت في الفوت، ما استعمل الموت في الفوت، وإنما الموت وفاة لا فوت. وما هو الفرق بين وفاة وفوت؟ كل الفرق: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم. إذن الموت وفاة وليس بفوت. التاء في وفاة زائدة، ليست من الكلمة، بينما التاء المفتوحة في فوت من الكلمة. شيلها صير فو، شنو فو معناها؟ فوت وفاة.
إذن هناك مصطلحان كلمتان، هل الموت فوت؟ لا، الموت وفاة. ليش؟ الفوت هو الزوال، هو الإضمحلال، هو الإنعدام، هو النقص، هو الفناء، على أن الموت ليس فوتا وإنما هو وفاة بصريح الآية الكريمة في سورة آل عمران، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. لذلك شوف الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: وإنما تنتقلون من دار إلى دار. عندما تقول الآية الكريمة في سورة المؤمنون قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فرعون ماذا كان الرد والجواب؟ قال: كلا إنها كلمة هو قائلها، يعني يقولها كان، ودائما كان يقولها ولكنه لا يفعل. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كلا إنها كلمة هو قائلها، يعني ليس بفاعلها. بعدين شنو تقول الآية الكريمة؟ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. مشكلة الإنسان قديما وحديثا أنه ينسى البرزخ، وإذا ما نسي البرزخ نسي المعاد والقيامة، يقع في الرذيلة، يقع في المعاصي، يقع في الخطأ، في الخطأ يقع في كل شيء، في المخالفة. بس إذا يتذكر البرزخ ويتذكر القيامة الأمر ليس كذلك. ولذلك الآية الكريمة تقول: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون. إذن الموت في القرآن الكريم هي حقيقة، وفاة لا فوت، استكمال للنفس، كمال للنفس، لا نقص ولا اضمحلال، لا نقص ولا اضمحلال، ولا عدم ولا زوال أبدا. لذلك شوف الواحد شنو يقول، يقول كلام مستوفى، خطبة مستوفات، مقالة مستوفات، رواية مستوفات، مجلس مستوفى. يعني بها أي معنى؟ يعني أتى على ذكر الشاردة والواردة، مو هذا معنى كلامك مستوفى؟ ما جعلت بيني وبينك وما جعلت في الحديث ثغرة ينفذ من خلالها إشكال أو شبهة، كلام رصين محكم، محكم مبرهن مستدل. مو يجيب الكلمة منا ويجيب الحديث منا والآية منا، يخلق له شبهة منا وشبهة منك، مشكلة منا ومشكلة منك. يا بشلون تحلها؟ إذن عندنا فرق بين الوفاة والفوت. الوفاة هو أن لا ينقص وأن لا يسقط من الشيء ذرة أبدا، بحيث لا يموت الواحد منا إلا إذا استنفذ كل ما لديه من الطعام، من الشراب، من اللباس، من المركب، من المسكن، بحيث إذا بعد استوفيت عمرك شلون الورقة على الشجرة، إذا ما استوفت نصيبها من النمو وفصول أربعة ما تسقط، هذه تصير على الأرض، تسقط الورقة الصغرى بعد. زهرة الحياة الدنيا لنفتنكم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ولهذا نجد بأن الإنسان يتوفى لا يفوت. إيه؟ بأي دليل؟ بالدليل هاي آية 60 من سورة الأنعام، بدليل آية سورة آل عمران، ذيك أوضح بعد: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. إذا ما كان الإنسان متوفى مستوفى، إذن هناك متوفي وهناك مستوفي. بس إحنا نقول شنو؟ سمعنا قرآن وشفنا جماعة يم الجبانة، مو شكل عند الصباح الباكر: اللهم ارحم أمواتنا برحمتك الواسعة واحشرهم مع نبيك وآله الطيبين الطاهرين، نسألك اللهم العفو ثم العفو ثم العفو ثم العفو.
نقول منو المتوفي اليوم؟ منو المتوفي؟ انت جاوبه جاوبه، قول لي المتوفي هو الله، وهذا مسكين ببحلق عيونه، شلون الله هو المتوفي؟ اجابك بالواقع، هو المتوفي الله، المستوفي الله. بس لساننا احنا صار بعد شو يسوي له؟ شلون تقومه؟ شلون تصححه؟ ما تقدر. منو المتوفي؟ المتوفي الله عز وجل. من المستوفي؟ المستوفي هو الله عز وجل. اذا كان يقول هو الذي وهو الذي يتوفاكم بالليل، اذا الله هو المتوفي. اذا كان يقول الله يتوفى الانفس حين موتها، اذا الله هو المتوفي. وهكذا الايات الاخرى، هو المتوفي هو المستوفى سبحانه وتعالى، حيث لا تاخذه سنه ولا نوم، ولا يعتريه الهلاك ولا الموت ولا شيء من هذا القبيل، ولا النقص ولا الاضمحلال ولا الانتخال، وانما تنتقلون من دار الى دار. الان هذه الوفاه مو الفوت، هذه لان الفوت انعدام، عدم إيه؟ اللي يموت ما تشوفه انت بعد خلاص، وان كان يجيك بالحلمه وكذا. الان هذا موضوع اخر منجي على ذكره اذا سمح لنا الوقت. الان المتوفي قد يكون هو الله، قد يكون هو الله، الله يتوفى الانفس حين موتها. قد يكون المتوفي، شوف الايات في القران الكريم، قد يكون المتوفي الملك عزرائيل عليه السلام، قل يتوفاكم، كما في سورة السجدة، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. هاي طائفة ثانية من الآيات. في طائفة ثالثة تقول حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. سبحان الله، هاي الآية 61 من سورة الأنعام، يعني بعد هاي الآية اللي احنا قاعدين نشرحها في هذه الليلة، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون إلى آخره. فإذا المتوفي هو الله، قد يكون الملك عزرائيل، قد يكون الملائكة الموكلين من قبل الملك عزرائيل عليه السلام، على أن التوفي بيد الله عز وجل، بالأصالة، بالاستقلال، بالذات، لأنه هو الأول والآخر. تقول شلون فإذا عزرائيل يتوفى عليه السلام وهكذا الملائكة الموكلين من قبله؟ نقول لك بأمر الله، بإذن الله، بالتبع، بالعراض، بالمجاز، بالمجاز، مو بالأصالة، مو بالذات، مو بالاستقلال، حتى ما يلزم من الشرك هذا. لذلك الله مرة يقول فإن العزة لله جميعا، ومرة يقول لا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، لا منافات، ما في منافاة. هذه صفات فعلية، مي صفات ذاتية. الله حي، الله حي، الله قادر. هناك صفات ذاتية وهناك صفات فعلية. نتكلم عن الصفات الفعلية، لا ممكن، مثل الولاية من الصفات الفعلية، إذا كانت من الصفات الفعلية يعني تتجلى في مخلوقاته. ولهذا نجد بأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية 60 من سورة الأنعام عندما يقول وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، قاعد ينبهنا إلى حقيقة إحنا غافلين عنها. ما هي هذه الحقيقة؟ نحسب أن الموتى من دفناهم من الأقرباء، من القريبين، من البعيدين، من الأرحام، من غير الأرحام، نحسبهم هؤلاء أموات. إيه؟ هؤلاء أموات، هؤلاء توفاهم الله عز وجل، استوفاهم، انتقلوا إلى الرفيق الأعلى. ناسين أن النائم هو كالميت، النائم أخو الميت كما في الحديث، النائم أخو الميت. هذا ما تريد أن توصله الآية إلينا، وهو الذي يتوفاكم بالليل. إذن النائم متوفى، المتوفي من؟ هو الله عز وجل، كما أن الميت متوفى.
طبعا فرق بين هذا وذاك، بين هذا التوفي وهذا التوفي، كما سوف نشرحه من خلال آية 42 من سورة الزمر. نحن للأسف الشديد نظن بأن النائم سواء نام بالليل أو نام بالنهار، بيتوتة لو قيلولة، هو ليس بمتوفى. من قال؟ كم من نائم في النوم الأصغر قد نام النوم الأكبر ونقلوه من فراشه إلى الجبانة، فيه لو ما فيه، شالوه من مضجعة إلى الجبانة، فارقوا الجماعة ما في شيء، وتعشى وكل شيء ماكو شيء، مو هالشكل؟ من النوم الأصغر إلى النوم الأكبر، إيش رأيك؟ صار لو ما صار هذا؟ إذن وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. كما أشرنا قبل قليل، أنت بين موت وبعث مؤقت أصغر حتى تنتهي إلى الموت الدائم الأكبر والبعث الدائم أو الأكبر. إنكم تموتون كما تنامون، ليش متعجب أنت؟ يعني عندك ضمانة إذا حطيت راسك على المخدة إنه تقوم من هذه النومة؟ ما أدري، إذا عندك ضمانة عجيب. لذلك الله عز وجل في آية 42 من سورة الزمر يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. روح النائم في قبضة الله كما هي روح الميت في قبضة الله، فالنائم متوفى والميت متوفى. ولهذا نجد الآية الكريمة تقول: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، في سورة الأعراف، أو هم قائلون. يجيك أمر ربك، يجيك بالنهار، يجيك بالليل، يجيك في السفر في الحضر، في الخلوة في الجلوة، في الصحة في السقم، يجيك. للأسف الشديد الفكر الرائج في الجاهلية الأولى، طبعا احنا الجاهلية جاهليتين، جاهلية أولى وجاهلية ثانية. الجاهلية الثانية ما ليست بأولى، احنا بيا جاهلية، احنا بالجاهلية الثانية. ليش احنا ما طلعنا من الجاهلية الأولى ببعثة الرسول؟ نقول لك طلعنا، بس سرعان ما رجعنا إلها، وإلا لماذا هضمت الزهراء صلوات الله وسلامه عليها؟ ولماذا ضرب علي في محرابه؟ ولماذا سم الحسن؟ ولماذا سفك مهجة الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ لماذا قتلوا؟ لماذا قتلوا؟ لماذا سموا؟ الفكر للأسف الشديد الشائع والذائع لدى الجاهلية يرون بأن الإنسان إنما هو إنسان ببدنه، بهاي البدن، يعني بناء أنه إذا تعرض إلى حادث أو أجارنا الله وإياكم بسبب مرض السكر مثلا قطعت قدماه، هذا بعد خلاص ما يصير إنسان، هذا ما يصير، يصير كذي؟ ما يطلق على إنسان، هذا يطلق على إنسان على كل حال من جميع الجهات. بس الفكر الجاهلي يرى بأن الإنسان هو ببدنه بجسمه بهاي الوجود المادي، ولذلك يعني يختصر الإنسان في هذا الوجود المادي، اللحم والشحم والعظم إلى آخره. الإنسان للأسف الشديد يخطئ إذا كان يرى بأن الإنسان هو هذا. الإنسان ليس ببدنه بجسده، وإنما هو بروحه. مع هذا الله يجاوب هؤلاء، مع هذا الله يجاوب هؤلاء في آية 79 من سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه.
قال من يحيي العظام وهي رميم؟ الجواب قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هو خلقك من لا شيء، من العدم، عاجز أن يخلقك مرة أخرى، أن يعيدك مرة أخرى. في آية أخرى في سورة القيامة يقول بلى قادرين على أن نسوي بنانا، هاي الخطوط الدقيقة والرقيقة والتي لا ترى، علم البصمة، بلى قادرين على أن نسوي بنانا. وهذا جواب وضرب لنا مثلا ونسي خلق قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذا الجواب لهذه الشبهة وهذا الجواب لهذا الإشكال هو لعوام الناس، لأن الناس في الفهم يختلفون. هناك جواب آخر أدق من هذا هو للخواص، ذكر في آية 10 و11 من سورة السجدة. نفس الإشكال، نفس الشبهة، لكنها تارة ترد من قبل العوام وأخرى شنو؟ من قبل العلماء، من قبل الخواص. إذن مخطئ من يرى بأن الإنسان هو هذا، هالمجموعة هذه، يعني هاي البدن، هذا والبدن وما يحتويه، والبدن وما يحتويه من معادن عظم ولحم وجلد وشحم وكذا وأجهزة إلى آخره. هو هذا الإنسان مادة. الجاهلية الأولى والجاهلية الأخرى ترى الإنسان هكذا. الجواب قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. خلقك من لا شيء، من العدم، يعيد خلقته، هو قادر سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إحنا بنائنا بس يموت الواحد ونكشف القبر ماله وراح، تعال هاي أصبحت العظام رميم وكذا، بس هناك شفرة 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 ما تروح. تدري شنو وين تصير؟ في العقب، في العقب موجودة، يعاد وجودك من خلال العقب. تريد تسمي عصعص؟ هاي اللي بالمؤخرة، عقب عقب. يفنى جسد ابن آدم منه كل شيء إلا هذا يبقى. في آية 10 و11 من سورة السجدة أيضا الله سبحانه وتعالى يقول وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. بناء هذا ما تدري هاي المقبرة يعني كم عمرها، مش دراك، وهاي الأرض فيها أموات لو ما فيها أموات ما تدري. فيمكن الميت ذرات ماله الضل والتيه، شي يروح بهاي الجدار وشي يروح بذيك الأرض، مو هالشكل؟ ممكن ممكن هذا. إذا تاهت وراحت منا شلون الله يجمعها؟ هذه صعوبة على الله يعني، هو هذا المستشكل هكذا يعني. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، تماما كآية 79 من سورة ياسين. بل هم بلقاء ربهم كافرون. اسمع الجواب 11 من سورة السجدة قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. أنا أسألك بس سؤال، عندما تقول الآية الكريمة في الجواب اللي هي وقلنا للخواص مو للعوام قل يتوفاكم، الضمير فيكم يرجع إلى الإنسان البدن لو الإنسان البدن والروح يرجع بعد هذه موسى اسمه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. الحديث هنا عن قل يتوفاكم أإذا ضللنا في الأرض، يتكلم عن مجموع الإنسان روح وبدن. قل يتوفاكم ملك الموت يعني يتوفاكم روح البدن. الوفاة يعني ما يسقط شيء، ما يضل شيء، ما يضيع شيء. ما انت قبل شوية تقول كلام مستوفى ومقال مستوفى وكلمة مستوفى ومجلس مستوفى، يعني جامع مانع أتى على الشاردة والواردة، هذا معنى.
قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. إذن ما في شيء ضيع، أنت فكرك ضايع، عقلك ضايع، أصلاً أنت مضيع نفسك. ولذلك الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة يقرر: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. آية سورة الزمر اللي هي 42 تقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، تماما نفس آية 60 من سورة الأنعام: وهو الذي يتوفاكم بالليل. إذن النائم متوفى، الميت متوفى. ما هو الفرق؟ إذا ما نظرنا إلى آية 60 من سورة الأنعام وآية 42 من سورة الزمر، ما هو الفرق بين الميت والنائم؟ الميت متوفى بالتوفي التام ومأخوذ بالأخذ التام، والنائم ميت ومتوفى، والنائم ميت، النائم أخو الميت، متوفى بالتوفي الناقص ومأخوذ ومقبوض بالأخذ الناقص. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذن روح النائم في قبضة الله كما هي روح الميت في الجبانة في قبضة الله. روحه وبدنه. وبالتالي الإنسان حقيقته تتمثل في أمرين: في الروح، والروح هي الأصل، والبدن، والبدن هو الفرع. والبدن هو الفرع، ولا شيء منه يضل، ولا شيء منه يضل أبدا، لا من الروح ولا من البدن. أما الروح هي الأصل، البدن هو الفرع. الروح متبوع، البدن تابع، البدن تابع. الروح محرك، البدن متحرك. إذن هناك مقصد وهناك غاية، كما تقول الآية في سورة الانشقاق في قوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هناك حركة، متحرك، محرك، مقصد، غاية. لذلك الله يقول: فأين تذهبون. لذلك الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة يقول: أين يطاف بكم؟ الطريق للبرزخ من هذا. ليش أنت تمشي عوج؟ للأسف الشديد أغلب الناس يمشون عوج، يحبون العوجات وتبغونها عوجا. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولذلك نجد بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا ما آوى إلى مضجعه كان يقول: اللهم إني أستودعك نفسي، فإن أمسكتها فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها. كان يقرأ من القرآن آية الكرسي، كان يقرأ سورة التوحيد ثلاثا، ينام بهيئة المحتضر أو بهيئة الميت على طهارة. من توضأ ثم آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده. في رواية: له نور، له نور من مضجعه إلى البيت المعمور، حشو ذلك النور ملائكة تسبح له حتى يصبح. ولذلك نجد بأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة يقول: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. إذن النائم أيضا متوفى ومستوفى، أما بالتوفي شنو؟ ناقص، مأخوذ مقبوض بالأخذ الناقص، مو الدائم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما تعلمون أمر
كما في الآية الكريمة في سورة النحل: ادعوا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يسأل الإمام المعصوم: هل فعل الرسول ذلك؟ إنه صلى الله عليه وآله وسلم لا شك، لأنه أمر بهذا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن جادلهم بالتي هي أحسن. استشهد الإمام المعصوم بهذه الآية الكريمة 79 من سورة ياسين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذا من باب الجدال الأحسن هذا. ولذلك سكت بعد أن سمع هذا الجواب من الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. الآن جهنا مسألة بين قوسين هذه للفائدة. أنت تقول النائم أخو الميت، هذا الحديث عنه صلى الله عليه وآله، والآية قاعدة تقرر، وكذلك 60 من سورة الأنعام و42 من سورة الزمر، إنه النائم ميت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وقلت إنه متوفى بالتوفي الناقص، ومأخوذ ومقبوض بالقبض الناقص. شنو المأخوذ من النائم؟ تتعطل في النائم معظم الوظائف، ما خلا بعض الوظائف النباتية الحيوانية، أما الوظائف المهمة عند الله سبحانه وتعالى في قبضة الله عز وجل. هناك حياة نباتية للإنسان، هناك حياة حيوانية للإنسان، بهيمية للإنسان، تتعطل فيه مجموع هذه القوى وهو نائم، بحيث يصبح كالنائم. أنت شفت لك نائم بعد يأكل ويشرب ويقوم وكذا؟ ما إلا ما شذ ونذى، مو هالشكل. فالإنسان في حال النوم أشبه ما يكون بالنبات، على أنه ليس هو الإنسان بالحياة الحيوانية، وليس الإنسان هو بالحياة البهيم النباتية أبدا. الإنسان فوق هذا. ولذلك شوف الآية الكريمة تقول: ولقد كرمنا بني آدم. آية أخرى تقول: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ما قال سبحانه ذلك لا في خلق الملائكة ولا في خلق الجن ولا في خلق النباتات ولا الحيوانات ولا في شيء مما خلق. زين الموت إذن الإنسان كريم عند الله عز وجل، بس هاي الكرامة تدور مدار تقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بس ما يكون في تقوى خلاص، بعد هاي مسألة من حل. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه، الضربة منها كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. بس الفرق هاي يمشي على اثنين، ذاك يمشي على أربع، هذا يمشي على بطنه، ذا يأكل ويشرب، هذا يأكل ويشرب وينام، ذاك يأكل ويشرب وينام. إذن شنو الفرق؟ جيب لي الناطقية، يعني هي هذه مسألة الناطقية هي الفرق، يعني صاهل وناهق ولا غير ذلك. ليش الإنسان إنسان هو بنطقه؟ لو بألوهيته بتوحيده. الموت والوفاة يعترض كل شيء سوى الله عز وجل، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. حتى الرسول صلى الله عليه وآله وهو أفضل المخلوقات يعتوره الموت والفناء: إنك ميت وإنه ميت. على أن موت النبي صلى الله عليه وآله وموت أهل البيت مو مثل موتنا، من قيسة بموتنا وحياتهم انقيسة بحياتنا. إيه وقف هنا، يقول الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: خذوها. عندك زيارة الجامعة، أرواحكم في الأرواح، نفوسكم في النفوس إلى آخره. يقول الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بأبيه وأمي، يقول: خذوها من خاتم النبيين، إنه يموت من مات منا وليس بميت، ويبلى من بلي منا وليس ببال. لا يقاس بآل محمد من هذه الأمة أحدون، لا حياتهم ولا مماتهم ولا جسدهم ولا عظمهم ولا دمهم.
لذلك الله سبحانه وتعالى يقرر بأن كل شيء هالك، كل شيء هالك إلا وجهه، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. زين، الله يقول ومن آياته منامكم بالليل والنهار بعد وابتغاؤكم من فضله. أصلا ليش الله جعل الليل كما في الآية الكريمة وجعلنا نومكم سباتا من أجل الراحة، ومنه سمي السبت بالسبت يوم عطلة. الحمد لله كانت العطلة خميس وجمعة سووها سبت محاكاة يعني مجاراة لليهود. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم حيتان. ولهذا نجد بأن الإنسان إنما يرتاح بالليل. يرتاح شنو فيه؟ يرتاح بدنه، مهلكتها الروح هذه مسكينة والله وأبي الروح تهلكت. بعضنا يأكل لينام، بعضنا يأكل لينام. الرسول صلى الله عليه وآله في الصباح الباكر بس يجوا الأصحاب يسألهم بعد أن يسلموا عليه إلى آخره، يقول ما المبشرات؟ يعني شنو شفتوا في مناماتكم؟ بعضنا يثقل شوية العشاء وياكل حتى ينام وتكون لضغاث الأحلام. البعض الآخر لا، يخفف الغذاء يخفف العشاء لينام ليرى. إيه ليرى، لأن جزء من المنام بشرى من الله، جزء من المنامات بشرى من الله، مو كلها أضغاث أحلام. وهاي منامك هذا أنت شفته وأنت تعرف الرمز ماله، بس تجي للشيخ وتقول له شنو شفت كذا 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 شنو هذا؟ ما أنت اللي شفته تعرفه زين لو مو زين، أنت اللي شفته وأنت اللي تعرفه. لذلك لا تحدث بأحد. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ما تقترفه من أعمال من سيئات يسجل عليك في النهار. ليقضى أجل مسمى، والأجل أجلان. والآية الكريمة في سورة الأنعام الآية الثانية يمكن تقول الآية الكريمة حتى نروح للمصيبة، تقول الآية الكريمة وهو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. الأجل مقضي ومسمى. إيه هنا ذكرت الآية الأجل الثاني، مقضي ومسمى في آية سورة الأنعام اللي هي ثانية، أما في آية 60 اللي هي آية حديثنا من سورة الأنعام لا، ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. الأجل المسمى غير الأجل المقضي، الأجل المقضي غير الأجل المسمى. الأجل المسمى لا يتأثر لا بصدقة لا بدعاء لا بصلة رحم ولا بشيء من هذا القبيل. هو في علم الله ولا يطلع عليه أحد حتى النبي فضلا عن الوصي. أما الأجل المقضي المخروم يعلمه النبي ويعلمه الوصي، يتأثر بالصدقة بالدعاء بصلة الرحم بالصالحات. الأجل أجلان. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول وكم اضطردت الأيام في مكنون هذا العلم أبحثها ضربة بن ملجم فأبى الله إلا إخفاه. يقول لك أنا ما أعرف الأجل المسمى لهذه الضربة، أما الأجل المخضي المخروم بلا أعرفه، وأنها هذه الليلة في هذا البيت بهذه الكيفية في هذا الزمان في هذا المكان إلى آخره، على أنه لا يمكنه أن يدفع هذا الأجل لأنه قضاء. مو وهو علمنا إذا حل القدر بطل الحذر، تذل الأمور للمقادير حتى يكون الحتف في التدبير. فإذا جاء أجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستخدمون. الموت له أنحاء وأنحاء وأبيك، من الأنحاء للموت يقول إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الموت في حياتكم مقهورين. إيه من الظالم بحيث ما تقول كلمة الحق فوق المنبر، والحياة في موتكم قاهرين.
الموت في حياتكم مقهورين والحياة في موتكم قاهرين. وهذا ما أشار إلى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه بأبيه وأمي، يقول شنو موت في عز خير من حياة في ذل. بعد إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. طمعت أن تسومه القوم ضيمان فأبى الله والحسام الصنيع. كيف يلوي على الدنيئة جيدان لسوى الله ما لواه الخضوع. فأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الهيجاء وهو صريع. وهي الأبيات السيد حيدر الحلي رضوان الله تعالى عليه ورحم الله السيد الشرع، إذ يقول في أبياته: صاح ارشد يا حادي وسير وتقدم على ضعوني، صاح ارشد يا حادي وسير وتقدم على ضعوني، هيها تصبر على الذيل وعليه تغمض عيوني، لن صوت العلي لا يصيح يا اهل الظعن تانوني، يا اهلي وياكم اخذوني وحدي لا تخلوني، عليكم يا عمن عيوني الا فرقاكم هدم حيلي وروحي المرض سلاها، يا ويلي من سمعها حسين رد من الظعن ليها، قعد يمها يصبرها وعلى الفرقه يسلي إلا عليلتكم تخلوها وتشيلون، وعنها بليل يا أهل الضعن تمشون، وهي تنادي وراكم ما تسمعون. فاطمة العليلة تركها أبوها الحسين بأبي هو وأمي مع عمها محمد بن الحنفية مع أمي سلمة، كانت تبكي في الليل والنهار، وكانت تأتي: هل جاءك يا عم رسول؟ وصلك كتاب؟ يا عم من أبوي خبر ما جاك، ولا واحد بمكتوب وافاك، أظنن ولو بيحاطة تعداك وخلصة وانصار وقف ينخاك. وقف أعرابي يوما على باب دارها وسأل عن حالها، أخبروه قال: أنا ماض ومسافر إلى أرض العراق، فلتكتب كتابا لعلي أدرك أباها. الحسين في كربلاء في العراق كتبت كتاب، رفعته إليه، حمل الكتاب، وصل إلى أرض كرب وبلاء في يوم العاشر من المحرم، وإذا بالحسين يستغيث فلا يغاث: ألا من مغيث يغيثني؟ ألا من ناصر ينصرني؟ ألا من ذاب يذب عني وعن حرم رسول الله؟ ينظر أصحابه بينما انقطع الموت أنينه، صافح التراب جبينه، وإذا بهذا الأعرابي قد أقبل من جهة المدينة تخب به راحلته. نعم، لما أن وصل إليه سلم عليه فرد عليه السلام، دفع إليه الكتاب، فتحه الإمام قرأه فانفجر باكيا حتى انتهى إلى خيمة العقيلة زينب، فقال لها: أخي زينب، لقد ورد الكتاب وعظم المصاب. تحيرت مولاتنا زينب، قالت: ما الكتاب في هذه ساعة ولماذا عظم المصاب؟ قال: أخي زينب، هذا كتاب وردني للتو من ابنة العليلة فاطمة، وهي تسألني عن أخيها علي الأكبر، وهي لا تعلم أنه موزع بالسيوف إربا إربا، وتسألني عن عمها أبي الفضل العباس، وهي لا تعلم أنه على المشرعة قطيع اليسار واليمين، السهم نابت في العين، المخ منثور على الكتفين بعد، وتسألني عن أخي يا عبد الله الرضيع، وهي لا تعلم أنه ذبيح من الوريد إلى الوريد، إلا يصير الناب دهري بكم يعود، ورد عشيل راسي بكم ردود، وترد جفوف أبو فاضل للزنود، وتتلايا مردود حجروح الأكبر، وتتلايا مردود جروح
الأكبر. هل تعودون يا كرام علينا أم قضى ذو الجلال ألا تعودوا؟ كيف مرت تلك الليلة تبيضا ثم عادت أيامنا وهي سود؟ إلهنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم أن تغفر لنا يا الله، تقبل عزاءنا، اقضي حوائجنا، اشفي مرضانا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، لا تفرق بيننا وبين القرآن والعتر حتى يرد على رسولك الحوض. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إخواني احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم، المؤسسون لهذا الاجتماع ومن اجتمعنا لسببه، احشره مع النبي وآله الطيبين الطاهرين. ارحم شهداءنا، داوي جرحانا، فك قيد المعتقلين بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، غير سوء حالنا بحسن حالك. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان، العلماء، المراجع، الشهداء، من له حق في أعناقنا، رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها الصلاة على محمد وآل محمد.